جميلة جدا سمعتها من علماء الطاقة بالتنمية البشرية، إنه الإنسان إذا قال وقفت موقف مؤلم ومزعج وكان سيء، كل ما تذكرتي هذا الموقف فأنت بتفقدي من طاقتك شيء. وإذا إنسان آذاكي أو شتمك، كل ما قعدتي وفكرتي بهذه الشتيمة أو هذا الأذى أنت عم تاخدي من طاقتك عم تعطيها إله. فتصور فوق ما وقفتي موقف مؤلم وفوق ما تألمتي كمان الآن لما انتهى الموقف كمان بدك تخسري من طاقتك تعطيها إله؟ لا، انسي وتناسي. لذلك أعلى مقام الإيمان، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه ويغفر لمن شتمه ويحسن إلى من أساء إليه. هذا صريح الإيمان، ترتاحي.